أقيم أمس الخميس في العاصمة السويدية ستوكهولم حفل توزيع جوائز النوبل لهذا العام، حيث فازت العالمة الصينية يويو بجائزة نوبل للطب بفضل استكشافها لمادة الأرسمينين. ألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة نوبل في بداية الحفل كلمة عبر من خلالها عن ترحيبه الحار بالفائزين الذين حضروا الحفل، وقد ارتدت العالمة الصينية تويويو تنورة أرجوانية وجلست مع الفائزين الآخرين. وبعد اطلاع ممثلي لجنة نوبل على إنجازات تويويو والفائزين الآخرين وهما ويليام سي كامبل وساتوشي أومورا، قام الملك السويدي كارل السادس عشر جوستاف بتسليم الشهادات والجوائز والمكافأة لهم، حيث تردد تصفيق حاد في القاعة. وفازت العالمة تويويو بجائزة نوبل في الطب بفضل استكشافها لمادة الأرتميسينين في الطب التقليدي الصيني الذي يستعمل في مكافحة الملاريا، وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها علماء صينيون في مجال الطب على جائزة نوبل بفضل متابعتهم لبحوثهم داخل الصين، كما أنها الجائزة الأعلى من نوعها التي تحصل عليها الأوساط الطبية الصينية. يذكر أن قيمة جائزة نوبل في الطب لهذا العام وصلت إلى 8 ملايين كورون سويدي، أي ما يعادل أكثر من 900 ألف دولار أمريكي. الجدير بالذكر أن تويويو ستحصل على نصف قيمة هذه المكافأة، أما الفائزين الآخرين فسيتقاسمان النصف الآخر من قيمة الجائزة. قالت لجنة جائزة نوبل إن الأمراض الناجمة عن الطفيليات قد أقلقت الإنسان منذ آلاف السنين، حيث شكلت قضية صحية خطيرة في العالم بأسره، مشيرة إلى أن استخدام مادة الأرسمينين التي اكتشفتها العالمة تويويو في عملية العلاج ضد الملاريا خفضت معدل الوفاة بين المصابين على نحو كبير. تعد الملاريا وباء خطيرا يهدد حياة الناس، وهي أدرجت من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن العلل الثلاث التي تتميز بأعلى معدل وفيات بالإضافة إلى الإيدز والسرطان. وقبل استكشاف مادة الأرتسيمينين وانتشارها كان عدد الذين يصابون بالملاريا سنويا في العالم يصل إلى حوالي 400 مليون شخص، حيث يتوفى منهم نحو 1 مليون شخص على الأقل. والفريق بخيال تويويو استوحى من كلاسيكيات الطب الصيني التقليدي واستكشف مادة الأرتسيمينين أولا مع طرح طريقة الاستخراج. هناك كنوز وفيرة في العسل القديم. مع استمرار التقدم التكنولوجي الحديثة علينا إعادة معرفتها بشكل أعمق بواسطة العلوم الحديثة، وهذا مسؤولية تلقى على أعاتقنا وعلى أعاتق الجيل الجديد من العاملين في مجال التكنولوجيا من أجل استكشاف المزيد من الأدوية العلاجية التي تستفيد منها شعوب العالم. حسب الإحصائيات التي أوردتها مجلة بريطانية ذات شهرة كبيرة، فإن معدل الشفاء الذي توفره الأدوية المجمعة المحتوية على مادة الأرتسيمينين بلغ 97%. وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات في دول إفريقيا مثل تنزانيا وزامبيا انخفض كثيرا، وأحد الأسباب المهمة في ذلك هو توزيع الأدوية المجمعة المحتوية على مادة الأرتسيمينين بشكل واسع. بعد اختتام قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي المنعقد في جنوب افريقيا، قامت وسائل الاعلام الجزائرية وفريق من الخبراء بتحليل هذا الموضوع. حفيظ مصباح صحفي اقتصادي متخصص في العلاقات مع الصين وبجريدة وقت الجزائر عبر عن وجهة نظره فيما يخص ثمار المنتدى. قامت أهم وسائل الإعلام الجزائرية بتغطية هذا المنتدى، حيث نقلت فعاليات قمة هذا العام التي كان مغزاها الأساسي يتمثل في تعزيز التطور القوي للعلاقات بين الصين وإفريقيا، حيث أعرب الطرفان خلال هذه القمة عن استعدادهما لإنشاء شراكة استراتيجية شاملة من أجل تنمية مشتركة تهدف إلى تعاون مربح للجانبين. وستشكل القمة فرصة للتباحث حول سبل الارتقاء بالتعاون الصيني الإفريقي إلى مستوى جديد في مختلف المجالات. أهم التدابير الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ كانت إسناد مبلغ 60 مليار دولار لإفريقيا خلال 3 سنوات، وهذا في غاية الأهمية. لماذا؟ الجواب هو أننا على علم أن الأموال الصينية هي أموال طويلة الأجل تمتد من 25 إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أن نسبة فائدتها منخفضة، لذلك تعتبر الصين حاليا في وضع مالي مريح. وفي الوقت نفسه فإن إفريقيا في حاجة ماسة للتنمية،
ونجد هنا أن هذه الفرصة مناسبة لكلا الشريكين للمضي قدما في عملية التنمية. أشار حفيظ مصباح إلى أن الضجة التي أحدثتها وسائل الإعلام الغربية حول ما يسمى بالاستعمار الصيني الجديد لإفريقيا ما هي إلا مجرد إشاعة كاذبة، كما صرح بأن هذه الإشاعات السلبية هدفها الوحيد هو تشويه صورة الصين بغاية استبعادها من السوق الإفريقية. إذا أردنا التحدث عن الاستعمار في الواقع فهو من أوصاف الغربيين. الجميع يعلم أن أفريقيا كانت مستعمرة من قبل الغرب. الصين لم تستعمر أي بلد من قبل. في الوقت الراهن هذه ليست مسألة الاستعمار بالمعنى التقليدي، ولكن في الواقع هي مسألة شراكة رابح رابح. فيما يخص اتهام رئيس الوزراء التركي روسيا بمحاولة إجراء إبادة جماعية شمالي سوريا من خلال الغارات الجوية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الخميس إن الاتهام لا أساس له من الصحة. سمعنا افتراءات مثل هذه مرارا، وسمعنا هذه التصريحات خلال الأسابيع الأخيرة بشكل متكرر. قادة تلك البلد يشوهون صورة روسيا بشتى الأساليب وينشرون تصريحات غالطة لا قيمة ولا أساس لها من الصحة. وبما يخص دخول قوات تركية العراق، قالت زاخاروفا إن سلوك تركيا ينتهك القانون الدولي علنا، وقد عقدت الأمم المتحدة جلسة مغلقة بشأن القضية في إشارة لتحذير تركيا من عدم إجراء مزيد من الاستفزازات. عرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس عن أن بلاده لن تصحب جنودها المتمركزين في محيط الموصل شمال العراق لأنهم من القوة غير المقاتلة. في المقابل أصدرت وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس الماضي بيانا قالت فيه إنها قد اتصلت مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى وعدد من الدول بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي في محاولة لتنسيق موقف المجتمع الدولي وتوحيده لإدانة نشر تركيا لقوتها في الأراضي العراقية. في الوقت نفسه طالبت الحكومة العراقية من جامعة الدول العربية عقد اجتماع وزاري طارئ بهذا الشأن. وتوجهت أمس الخميس اثنتان من طائرات الاستطلاع الألمانية تورنادو إلى تركيا للمشاركة في حملة مكافحة تنظيم داعش المتطرف. وقالت وكالة أنباء رويترز إنه ستكون هناك 4 طائرات للاستطلاع متوجهة إلى تركيا للمشاركة في مهمة مكافحة تنظيم المتطرف. وبالإضافة إلى ذلك سترسل ألمانيا قوات تتكون من 40 جنديا إلى العراق لمساعدته في مهمة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. هناك الكثير من الاحتمالات وغيرها من التدابير في مجال مكافحة تنظيم داعش المتطرف مثل التدابير السياسية والاقتصادية، أما الضربات العسكرية فهي من جانب واحد فقط. في الرابع من شهر ديسمبر الجاري وافق البرلمان الألماني رسميا على إرسال قوات ألمانية إلى سوريا لدعم المجتمع الدولي في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وحسب نص القرار فإن الجانب الألماني لن يشارك في الضربات الجوية بشكل مباشر، بل سيكون مسؤولا عن حماية حاملات الطائرات الفرنسية وكذا تزويدها بالوقود. بالإضافة إلى ذلك سترسل ألمانيا 1200 جندي لدعم مهمة مكافحة التنظيم المتطرف في سوريا، وتعد هذه العمليات العسكرية أكبرها على الإطلاق التي تقوم بها ألمانيا خارج البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. في وقت سابق أرسلت ألمانيا أكثر من 100 عسكري وقدمت التدريب والمعدات لأكراد شمال العراق بشكل غير مباشر لمكافحة التنظيم المتطرف. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أمس الخميس أن قوات الحكومة العراقية هي في طريقها الآن إلى مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بعد قتال عنيف مع مسلح التنظيم المتطرف، إضافة إلى تكمنها من القضاء على المسلحين التابعين للتنظيم المتطرف في قاعدة عسكرية ومنطقة بجنوب غرب الرمادي. هذا وقال مسؤول بقوات الحكومة العراقية إن عدد المسلحين المتطرفين المتواجدين في مدينة الرمادي يتراوح ما بين 600 و1000 شخص.
وفقا لما ذكرته شبكة سي ان الأمريكية، فإن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أكد أول أمس الثلاثاء على أن مستشار الجيش الأمريكي سيذهب مع القوات البرية العراقية لاستعادة مدينة الرمادي، إضافة إلى اتخاذ تدابير عدة لتقديم الدعم في معركة الرمادي البرية. واختتمت الدورة 36 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس مع تسليط الضوء على الأزمة السورية والقضايا الإقليمية الأخرى. أصدر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف الزياني بيانا ختاميا للقمة، قال فيه إن الدول الأعضاء في المجلس ستواصل بذل جهودها في مكافحة تنظيم داعش. هذا وعقدت القمة في الوقت الذي تجمع فيه أكثر من 100 ممثل من الأطراف المختلفة لقوى المعارضة السورية في الرياض، وسلط قادة الخليج الضوء أيضا على الأزمة السورية. مؤتمر المعارضة السورية اللي في الرياض هدفه توحيد صف المعارضة السورية، تقوية موقفهم بالنسبة للدخول في أي مفاوضات من أجل حل سياسي مبني على مبادئ جنيف واحد. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السعود خلال القمة، أكد على أن المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الأخرى تواجه تهديد الإرهاب في الوقت الحالي، وقد جاء تأكيده هذا ردا على الانتهابات الغربية التي تقول إن السعودية تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية. كما أشار وزير الخارجية السعودي عادل جبير إلى أن السعودية لن تنأى عن بذل جهود في مكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا على أنها ستواصل دعمها للمعارضة السورية. ونحن نأمل أن يستطيعوا أن يخرجوا من هذا المؤتمر برؤية موحدة لكي يستطيعوا أن يحركوا العالم من أجل فرض الضغوط اللازمة للوصول إلى حل سلمي، ولكن الدعم للشقة السورية المستمر. كما ناقش قادة دول الخليج القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في اليمن والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. هذا ومن المقرر أن تعقد الدورة القادمة لقمة مجلس تعاون لدول الخليج في العاصمة البحرينية المنامة في العام المقبل. ونهاية النشرة، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، كان معكم جمبو في العاصمة السينية بكين، وإلى اللقاء.